السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أبدأ من هذه النقطة. شدة المجال المغناطيسي تعتمد على عدد اللفات والقلب وشدة التيار. شدة المجال المغناطيسي بالفعل هي بتعتمد على عدد اللفات وعلى شدة التيار. القلب وظيفته جمع خطوط الفيض المغناطيسي وجعلها تسير باتجاه واحد، ما هواش تكبير ولا تصغير لهذا المجال. هذا طبعا كنا حكيناه في الدرس السابق. نشوف الدرس تبع اليوم، تبعنا اليوم إن شاء الله هنتحدث أو هنكمل الدرس السابق. بدأنا عن المحولات وقلنا أن المحولات في منها الرافع وفي منها الخافض، وتحدثنا عن القدرة الكهربية، قلنا القدرة هي تعريفها موجود هنا قدامنا. بي تعني القدرة المميزة في الوقت، والبي تعني فرق الجهد، والآي تعني التيار. تحدثنا عن قانون جول، وقلنا منه استخرجنا قانون القدرة بتاع المحولات. بعدين خشينا على المحولات. المحول الكهربي عبارة عن ملف ابتدائي، ملف ثانوي، ملفوفات على قلب من الحديد المطاوع. ليش حديد مطاوع؟ عشان هو بيشتغل على الاي سي. لكن طبعا انا شويه هراجع حاجات من الدرس السابق. هنا عندي محول خافض للجهد. محول الخافض للجهد بنلاحظ ان ملفات الابتدائي اكبر من ملفات الثانوي. هنا محول رافع للجهد، يعني بيرفع الجهد، اللي هو بيكون ملف الابتدائي عدد لفاته اقل من عدد ملفات الملف. هنا حبيت ارجع شويه صغيره لورا لنفس الفيديو اللي شفناه قبل شويه او اللي نشوفه هنا اللي هو موجود هنا. انه اي سلك يمر فيه تيار كهربي بيتولد حوله مجال مغناطيسي بنسميه مجال كهرومغناطيسي أو فيض مغناطيسي. إذا جعلنا هذا السلك عبارة عن لفات، نشوف كيف شكل المجال المغناطيسي بيصير حوالين هذا السلك، وبيبدأ يتخذ قطبين، واحد مثلا شمالي والآخر جنوبي، والقطب الشمالي والقطب الجنوبي بيعتمدوا على قاعدة فيلمينج للتيار، يعني اتجاه مرور التيار. قال في من اليد اليسرى واليد اليمنى، مش هندخل في التفاصيل هذه يعني. لما احنا بنحط قلب للملف، يعني هنا ملف وهنا حاطين احنا في قلب، القلب هذا بيجمع خطوط الفيض المغناطيسي. القلب بيجمع خطوط الفيض المغناطيسي، وانا الشكل هذا بحد ذاته له استخداماته العمليه اللي هي يستخدم في عمل الريليه. هنطلع شوي على الريليه بالنسبه للاستاذ اللي بيسال عن المحاضرات السابقه. اللي كان جاهز عندي رفعته، والباقي مش جاهز لا يرفع شرط يعني. او هحاول في نهايه الدوره ايش بتمكن ارفع ملفات بارفع. نشوف الريليه الشكل الطبيعي بتاعه. هنا الشكل الطبيعي تبع الريليه، يعني زي ما انت بتشوفه. بتلاحظ هنا الاجزاء تبعته، هو عبارة عن سلك ملفوف فقط لا غير، سلك ملفوف. هنا الجزء اللي مبين هذا هو القلب بتاع هذا السلك، والقلب قلت وظيفته انه يجمع خطوط الفيض المغناطيسي.
هنا الطرفين، الطرف هذا والطرف هذا، لتوصيل الملف اللي هنا، لتوصيل الملف اللي هنا. في عندي هنا اثنين بلاتين، هذا نحاس، الأحمر هذا نحاس، لكن التلامس هنا بيكون مصنوع من البلاتين. يعني ليش بنقول التلامس بيكون مصنوع من البلاتين؟ لاحظ اطلع على هذا كويس، احاول اقربه اكثر اكثر، لاحظ ان هنا نحاس وهنا بلاتين. يعني نقطة التلامس فقط انعملت بلاتين. ليش بتنعمل نقطة التلامس بلاتين؟ لانه الخواص الفيزيائية للنحاس تختلف عن الخواص الفيزيائية للبلاتين. النحاس لين وطري لكن بيتآكل بسرعة يا أستاذ مروان، صحيح. أما البلاتين بيتحمل الشرارة أكثر. في يعني هنا ملاحظة، يعني في بعض الناس بتقول لك إنه أنا بحط مكثف، طبعا إحنا لسه ما درسناش المكثفات، على طرفي المحول الريلي هذا من أجل أن أقلل من هذه الشرارة. لا، هو ما مش عشان أقلل الشرارة، عشان أقلل تأثير هذه الشرارة على باقي الأجهزة. يعني أنا لما بحط هنا مكثف على طرفي هذا الشر البلاتين اللي هو هنا عند التلامس، يعني على طرفي التلامس، فأنا بالحقيقة بخلي متعد. خلينا نكمل الشكل الفيزيائي، وطبعا مش لاحظ هنا حافظة، أيها هذه حافظة مصنوعة من الحديد المطاوع. ليش الحديد المطاوع؟ الحديد المطاوع لأنه يكتسب المغناطيسية بسهولة ويفقدها بسهولة. طبعا هنا أجزاء ميكانيكية، كلها أجزاء ميكانيكية، على أساس إنه هنا في عندي لاجر أو عندي حاجة متحركة بتضغط هذول البلاتينين على بعض أو بترفعهم عن بعض على حسب ما بمرت. يعني مرات التيار الكهرباء من هان بيصير هذا عبارة عن مغناطيس بيجذب هذه الحافظة، ميكانيكيا بروح بخلي هذول في تلامس أو إذا يفك عنهم زي نظام الرافعة البسيطة جدا. نعم بالضبط، وسط عازل، مش عارف ايش وسط عازل المقصود فيها. هنا شكل تفصيل للريلي، لاحظ هنا تماما عندك الكويل هو عبارة عن ملف ملفوف على قلب من الحديد المطاوع. برضه دائما احنا بنستخدم في المغناطيسات هذه الحديد المطاوع على اعتبار ان الحديد المطاوع يكتسب المغناطيس بسهولة ويفقدها بسهولة. لاحظ هنا انه هنا في جزء ياي او زنبرك، زنبرك بيكون بالعادة رافع، يعني بتكون هذا الجزء مرفوع، يعني بيكون في الجزء هذا مرفوع إلى أعلى، يكون الجزء هذا مرفوع إلى أعلى، وبالتالي بتكون التيار الكهربي حيسري من هنا لهنا لهنا لهنا. خليني أرسمه بالقلم، يعني التيار الكهربي حيمشي بهذا الاتجاه، بهذا الطريق، بهذا الطريق، وبدون ما أضغط حيكون مارر من هنا لهنا لغاية ما يطلع معايا من هنا. لا، حقيقة هو لاغط، الريلي الان لاغط، انما بالوضع الطبيعي بدون ما اوصل تيار كهربي، بدون ما اوصل تيار كهربي هنا وهنا، بكون اتجاه التيار، مرور التيار بكون داخل من هنا لهنا، وبكون هذا زنبرك رافع الحافظة لهذه اللي هنا، رفعها، وبالتالي بكون التوصيل موجود هنا. فهذا بدون ما انا اوصل له تيار كهربي، بكون الطرف اللي هنا هو داخل مثلا، والطرف اللي هنا هو الخارج. لكن عندما امرر تيار كهربي في السلك هذا والسلك هذا، زي ما احنا شفنا في الفيديو، انا بس امرر تيار كهربي، بس انا امرر تيار كهربي على طول بيصير عندي مغناطيس. فالمغناطيس هذا طبعا زي ما احنا شفنا برضه في الفيلم كيف هو بيجذب المعادن له، حتى لو كان حديد مطاوع، لو كان حديد صلب، ايش ما كان نوع الحديد يكون، هو بيقوم بجذب هذا المعدن، بجذب هذا الحديد.
المواد الثانيه زي النحاس والالمنيوم لا ملوش تاثير عليها، يعني المغناطيسات الموجوده داخلها ما بتتشكلش، لكن المعدن الحديد بامكاني اشكل المغناطيسات الداخليه تبعته واحوله لمغناطيس. لكن عشان هيك لما بوصل تيار كهربي من هنا بروح اللي هو لاقط، فبصير التوصيل ما بين الطرف هذا والخارج عن طريق الطرف الثاني. بهيك انا بالريلي لما بكون في وضع مش موصل له تيار كهربي بكون الطرف هذا هو الدخل مثلا، الطرف هذا هو الخارج. لما انا بوصل له تيار كهربي بصير هذا الدخل لكن بصير الخارج هذا، وهذا هو الريلي. الحالة الآن توصيل، والمفترض انه واصل للريلي تيار كهربي جاذب الحافظة. نعم الحالة الآن انه هو جاذب الحافظة وفي تيار كهربي، مجرد ما افصل عنه التيار الكهربي بروح المغناطيس اللي هو بروح الزنبرك هذا او جاي هذا اللي هو رافع الحافظة لفوق، وبصير التوصيل بين الطرفين. نعم هو الآن بوصل ما بين الأطراف. خليني أحاول أكتب الأسماء، هاي هنا الطرف مثلا إيه، هنا عندي الطرف، هنا عندي الطرف نسميه بي، وعندي هنا الطرف نسميه سي. الوضع الطبيعي له بكون ايه مع سي. لما انا بشغل لا وصل تيار كهربي للملف هذا بيروح بصير الوضع بفصل سي، بصير فاضي ام سي وبصير ايه مع بي. طبعا انت بتستغل يعني هذا التصميم بتاعه، انت بتستغله على حسب الحاجه تبعتك. يعني احيانا بدك اياه يكون ما فيش عنده تيار كهربي عامل توصيل، احيانا بدك اياه لما يكون عنده تيار كهربي يعمل توصيل على حسب حاجه. حسب الحاجة تبعتك بتتوصل للريليهات. يعني هذا الريلي مثلا فيها كم طرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة معناتها في اثنين عندي لا تيار كهربي وفي عندي ثلاثة للتوصيل. بدل ما يكون خمسة في بكون ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية، ثمانية بكون دبل، يعني هذا الشيء مضاعف. نشوف بقية المحول هذا او القلب هذا، هذا في ضياعات مغناطيسيه كثيره. طبعا هذا في ضياعات مغناطيسيه كثيره لانه المجال المغناطيسي موجود هنا وموجود هنا وايضا موجود على الجناب، ومعظم هذا المجال المغناطيسي طبعا يفقد، وعليكم السلام، يفقد بدون فائده، بنستفيد فقط من القطبين يا اما الشمالي او من الجنب. يعني مش شرط هنا انا احط موجب وهنا سالب، او هنا سالب وهنا موجب، يعني اي طرفين واحد موجب واحد سالب بنحط. وبتلاحظ انه هو طبعا هذا بيشتغل على الدي سي. في مره افتكر واحد امبارح سالني قال على الاي سي ممكن يشتغل، اه بيشتغل برضه على الاي سي، بس اذا كان القلب هذا او القلب هذا مثلا بيشتغل على 12 فولت دي سي فهو بحاجه تقريبا لضعف الجهد عشان يشتغل على الاي سي ويعطيني نفس النتيجه. نعم مثلا يعني عندنا في الكونتاكتور، الكونتاكتور بتاع الكهرباء ما بيشتغل على الاي سي في نفس الملف هذا ونفس القلب ونفس الحاجه، لكن بيشتغل على الاي سي. شكل اليو هذا اللي بنعمل فيه القلب احيانا هذا عشان يعمل معاي مغناطيس جيد وممتاز جدا. يعني لاحظ هنا انه دائما المغناطيس بيصير في خطوط غير متقاطعه، في خطوط متوازيه، دائما المغناطيس بحث انه يسير الخطوط من الشمالي الى الجنوبي ويعمل حواليه دائره كامله. بحاول يكمل هذه الدائره، لو كان عندي الملف مفتوح زي هذا معنى ذلك ان الدائره الكامله حتمشي على حسب الماوس زي ما انت بتشوف هيك بعدين ما يرجع لغايه هنا. لاحظ انه المسافه اللي حيمشيها المجال المغناطيسي كبيره عشان يرجع للقطب الثاني. لكن لما انا عملت له اياه هنا على شكل اليو فانا قربت عليه المسافه، اصبحت المسافه اللي بده يمشيها مسافه بسيطه اللي هي هذه بس.
بس هذه المسافة، وبالتالي بأحصل على مغناطيس قوي. المغناطيس القوي اللي بالشكل هذا تقريبا مع قص هذه الأجزاء، طبعا بقصوا هذه المدفأة وهذه المدفأة، هذا هو اللي بيستخدم في رفع السيارات، رفع العربيات يعني، في كل دول العالم في رافعات للسيارات، يعني بتكون في الكراج على أساس إنه السيارات الخربانة والإشي ما أنتم عارفين يعني بتنكبس وبتودع على مصانع المعدن والحديد، فهو عشان يرفع السيارة دائما هو بيستخدم مغناطيس افضل له من الكباش. لو ما فيش عنده كباش، لو ما فيش عنده مغناطيس او الرافعه تبعته مش مجهزه المغناطيس، بيستخدم الكباش، والكباش طبعا هو بيرفع الحجر وبيرفع كل حاجه. المغناطيس مخصص لرفع المعادن وخاصه يستخدم في السيارات. طبعا اسلوب الرفع واسلوب اسلوب انه انا بوصل له تيار كهربي فبيشفط السياره، بارفع عن التيار الكهربي بيتركها مطرح ما وجهها زي ما احنا شفنا في الفيلم المره اللي فاتت. لو اغلقنا المسار تبع المجال بصير عندي تقريبا ما فيش فقد. لو اغلقت المسار يعني هي هنا حرف اليو وانا جبت هنا قفلته، فبصير المجال المغناطيسي بيدور في هذا القلب فقط. وشوف هذا، خليني ارجع اللاب. لاحظتوا كيف انه انا بالشاكوش او بحاجه معدنيه قويه عاوز افكها، عاوز افكها دي لانه صار ضبطها تمام التمام وكانت قويه جدا. وطبعا ما فيش عندي هنا فقد، بلاش نقول فيش فقد خالص، لا الفقد ضعيف جدا لخطوط الفيض المغناطيسي. مبدا عمل المحول الكهربي، طبعا هذا الملف اذا كنت انا بستخدمه كمغناطيس على جهد الدي سي انا مش بحاجه اني اعمله شرايح، ولو عملته مصمت بيكون اقوى من الشرايح، لكن احنا اذا بنشغله على الاي سي يبقى لازم نعمله شرايح عشان نتخلص من التيارات الدواميه، عشان نتخلص من التيارات الدواميه. مبدا عمل المحول الكهربي بيعتمد على قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي، وينص القانون على كذا كذا. حينما يسري تيار كهربي في لفات الطرف الابتدائي ينتج فيض مغناطيسي، وبما انه لا يوجد اي اتصال او تلامس بين الطرفين الابتدائي والثانوي فان الفيض المغناطيسي يسري في دائره مغناطيسيه بين الطرفين. ووقت ما يصل الفيض لملفات الطرف الثانوي يبدا جريان التيار في هذه اللفات. يعني في عندي سلك يلف في بمر في تيار كهربي، يعني خلينا هنا طبعا انا بحكي عن قلب مغناطيسي. هنا عندي سلك بمر في تيار كهربي، هنا لاحظوا انه صار السلك اي سي، صار ايش؟ اي سي. بمر هنا تيار كهربي في هذا السلك بيكون حواليه مجال مغناطيسي، انا حاطط هنا قلب يبقى المجال المغناطيسي حيختزل كله داخل هذا القلب. ممكن احنا نسمي احيانا القصه هذه بعمليه شحن للقلب المغناطيسي. المجال المغناطيسي اللي موجود هنا حيجي يقطع السلك اللي هنا، حيجي يقطع السلك اللي هنا، فحيولد فيه تيار كهربي. قلنا القدره تبعت الدخل، تبعت الدخل تساوي القدره تبعت الخارج، بطرح منها المفاقيد فقط لا غير. نسبه الجهد الداخل لجهد الخارج تعادل قلنا تقريبا عدد لفات الدخل على عدد لفات الخارج، اللي هي نسبة الجهد. التيار بيتبع قانون اللي هو القدرة، اللي هو جهد الدخل في تياره يساوي جهد الخارج في تياره. تعرضنا امبارح للمسألة، قلنا القلب الحديدي وظيفته تسميع خطوط الفيض المغناطيسي وعدم تشتيتها،
السلك يصنع من النحاس المطلي بالورنيش ليكون معزولا، حيث يعتمد طول السلك على عدد اللفات، وعدد اللفات عند قيمة جهد الملف، أما سلك السلك يعتمد على قيمة التيار المطلي دائرته. كل هذا الكلام حكيناه امبارح، قلنا هذا القانون، أنا بس كتبت القانون بشكل ثاني، اللي هو جهد البرايمري في تيار البرايمري بيساوي جهد السكندري في تيار السكندري الثانوي. وأخذنا المثال هذا اللي هو قلنا مصمم عمله، وقلنا عدد لفات الداخل عدد لفات الخارج، ووقفنا عند النقطة هذه، وقلت لك إنه هذا القانون يعني ما عالجش موضوع الفقد. وعملت أنا لك هنا حاجة صغيرة تشوفها، هنا في الفيلم هذا، انا ارجع لهنا شوية، انا جبت هنا محولات اثنين، المحولات الاثنين نفس الخواص، يعني الاثنين 12 فولت 12 فولت، ونفس الشركة كل حاجة، وبأوصل خارج محول بدخل محول آخر له نفس الخواص. طبعا الثانوي في الأولاني، في الثاني عم بعتبره إيه، جهد الكهرباء تقيس عم بيكون 220 فولت، طبعا هو بيكون 220 فولت، بس عندي كانت ساعة الإجراء كانت الكهرباء ضعيفة. مروان عمر، هل نقدر يا أستاذ مروان إنه التحويل أنا ما أفقدش، يعني أنا في عندي في دوائر السويتش مود باور سبلاي مثلا، بتيجي بعض الدوائر بتقول لك إنه فقد التحويل زيرو. يا سلام، يعني فقد التحويل زيرو، طبعا الكلام في يعني تجاوز شوية، يعني استحالة يكون فقد التحويل زيرو، لأنه إيه ايش المكان، لابد ما تشرد شويه معاطفات هان والهان، لابد ما يسخن السلك يعني يولد حراره، كل هذا ايش فقيد، لكن هو بيقول لي زيرو، يعني وكانه الفقد مش موجود. حقيت انا حاول احسب لك قديش الفقد تقريبا، حاول احسب لك انا قديش تقريبا قيمه الفقد في هذا المحول، طبعا بالتقريب مش بالضبط. فهي انا بقيس جهد الدخل على المحول الاول اللي هو هذا المحول، المحول اللي هنا بقيس قيمه الجهد تبعه اللي هو 191 فولت، واكمل حاجات بقى اقيس الجهد الخارج تبعه اللي انا واصله زي ما انت ملاحظ. هي هنا المحول الاول، هي هنا المحول الثاني، هنا السلكين الحمر وهنا السلكين الحمر، انا بقيس الان جهد الخارج تبع المحول هذا اللي هو نفسه جهد الداخل تبع المحول هذا. نشوف القيمه، ارجع لحظه لانه جت و44 من 100 فولت، يعني جهد الخارج هنا 11 فولت ونص تقريبا، جهد الخارج حوالي 11 فولت. طبعا لما انا قست جهد الداخل، جهد الداخل كان 290، هو الترانس هذا 12 فولت، فالطبيعي انه ما دام الداخل صار في انخفاض في جهده فينخفض ايضا طبعا له جهد الخارج، فبدل ما كان هو 12 فصار 11 ونص. هنا بقيس الدخل، طبعا لاحظ هنا انا ليش مش واضح، لاحظ هنا انه انا كنت انه انا هادم بايدي هنا، انا هنا ماسك الجهد الكهربي، هنا انا ماسك الجهد الكهربي، انا هنا ماسك الجهد الكهربي، واحنا بالنسبه احنا بنشتغل مش مطلوب مني امسك الجهد الكهربي، لكن انا في خلال عملي احيانا اضطر لمسك الجهد الكهربي. لاحظ ان انا ماسك الجهد الكهربي ما لهوش تاثير، مش لاني انا بتكهرب، مش لا انا بتكهرب زي غيري. ها ايش اللي بيحصل؟ انه انا ماسك سلك واحد وانا قاعد تحت على
او بالاحرى انا لابس شبشب يعني عازل للكهرباء، لابس شبشب عازل للتيار الكهربائي. نكمل. لكن الطرف الثاني لاحظ انا ما مسكتوش بايدي، الطرف الثاني لو انا مسكت الطرف الثاني بايدي بتكهرب، يبقى الطرف الثاني انا ما مسكته بايدي وانما خليته يجي على الطاوله وحطيت اصبع الساعه عليه علشان انا في هذه الحاله ما اتكهربش. على فكره كانت هي محاوله جيده ان الواحد يمسك الكهرباء بالشكل هذا، يعني يتعود اول مره يحاول يمسك الكهرباء بايده يكون بالشكل هذا، يعني يحط محول في محول ويمسك خط الكهرباء ويعرف انه ما بيش حيتكهرب الا اذا صار في، حتى لو صار هنا توصيله بينه وبين الارض بالكهرباء بالمناسبه برضه، ويبدا يتعود انه الكهرباء ممكن انت تمسكها اذا عملت الاحتياطات تبعتك، لانه في النهايه انت معرض في شغلك للتيار الكهربي، يعني انت بتتعامل مع التيار الكهربي. يعني انت بتتعرض للتيار الكهربي. نكمل الفيلم. طبعا هنا جهد الخارج اللي هو 182 فولت، طبعا انا بعرف ان الساعه مش واضح قراءتها كثير، 182 فولت، عشان هيك انا لخصت القراءات تبعت الساعه 182 فولت اي سي. رجعت اقيس الدخل كمان مره، كان عندي 190 اول ما اشتغلت، يعني دخل الاول 191 فولت وخرجه 11.44، دخل الثاني هو خرج الاول وخرج الثاني 182، يعني انا دخلت 190 طلعت 180. الاستاذ يحيى حسب لجأ انه فقد 14%، عاد فقد ال 14% هذا اللي حسبته يا استاذ يحيى بتقسمه على اثنين. ليش؟ لانه هذا فقد في كلا المحولين، الفقد هذا في كلا المحولين، الفقد في كلا المحولين، وبالتالي بيكون فقد كل محول حوالي أربعة، حوالي 7% فقط لا غير. 7% نسبة قد تكون عالية بالفعل برضو، مش صغيرة. وهذه النسبة خليك عاد تتذكر معايا نهاية الدرس اللي فات، على قلت إنه عدد لفات الدخل على عدد لفات الخارج تساوي جهد الدخل على جهد الخارج، وطلعنا من هذه الحسبة 109. وايش شطبت على هذه المعادله؟ قلت لك مش هي اللي بتستخدم للف المحولات. ليش؟ لانه هو حيزود في عدد لفات الدخل عشان يتغلب على هذا الفقد. يعني لو كان عنده الدخل 2000 لفه حيخليهم مثلا 2100 او 2000، مثلا لما نقول 7% يعني حيخليهم مثلا 2100 او 2100 وشويه عشان يتخلص من هذا الفقد اللي بصير عنده. بالمناسبة المحولات اللي بتبقى راكبة على الضغط العالي، اللي هي بتحول الضغط العالي من 22 ألف فولت ل 220 فولت، حدا عنده فكرة قديش نسبة الفقد اللي فيها؟ طبعا هذه محولات بيستخدموا لها تبريد الزيت، بيستخدموا لها تبريد الزيت، بيبردوها بالزيت. المحول اللي بيبقى راكب على عمود الكهرباء ماشي الحال، المحولات هذه طبعا متقنه جدا ومعدنها جيد جدا و و و كمل الاخر، نسبه الفقد قد تكون من 1 إلى 0.5% فقط، نسبه الفقد من 1 إلى 0.5% فقط، لكن نسبه الفقد عندي هنا طبعا عاليه شوي، عشان هيك المحول هذا بيسخن. حتى لو كان محول صيني، يعني المعدن هو هو، طريقة التبريد تقريبا بالزيت افتكر، من الزيت طبعا يستخدم التبريد، لانه كل ما انا هويت المحول وبردته كل ما انا قللت من الفقد بتاعه. المحولات الخافضة دائما الابتدائي سلكه أطول لأنه عدد لفاته أكثر، عدد لفاته أكثر فسلكه أطول، وأرفع لأنه برضه بيمر في تيار أقل.
ماشي، خليني أقول لك حاجة بالنسبة للصناعة الصينية. الصين دولة عظمى. الصين دولة عظمى، لكن ما عندهاش رقابة على الصناعة اللي هي بتتصدر على الخارج، يعني ما عندهم مش الإيزو أو المواصفات الثابتة أو الحد الأدنى للمواصفات. لما بنيجي احنا كمجتمع مش عربي، يعني دول عالم ثالث، يعني احنا من دول العالم الثالث هيك مصنفيننا هم، طبعا بنشتري المحول مثلا ربع ميجا وات. معنى ذلك انه هذا المحول الصينيين حسبوه على ربع ميجا وات، لو صار ربع ميجا وات ونتفه انحرق. يعني لو انت جبته على الفحص على ربع ميجا وات بعطيه لك، لكن ربع ميجا وات ونتفه بيتحرق. لو تيجي انت لمحول الماني وقال لك ربع ميجا وات، طبعا ربع ميجا وات تقريبا اصغر محول، يعني في بوصل لنص لنص ميجا، يعني 500 كيلو وات. لكن لو جيت لمحول الماني او امريكاني او اقول لك حتى صناعه الكفره اللي عندنا الاسرائيليين برضو عندهم مواصفات جيده. لما بقول لك هذا ربع ميجا معناتها كونتينيو وصلي على مدار الساعة بده يعطيك ربع ميجا، وعنده نسبة سماح 20%، يعني لو زاد من ربع ميجا لصار ثلث ميجا هو حيتحمل. يبقى هذاك الصيني ما كذبش عليه، بس اعطاني المينيمم الحد الادنى تماما. واحد يقول لي كيف عرفت هذه الشغلة؟ انا بقول لك كيف عرفت. لما كنا بنشتغل في الصيانة وفي الاجهزة، تجد انه مثلا عندي انا منظم جهد 1 امبير، الجهاز بيشتغل اقل من 1 امبير بالضبط. هي من الممارسه اكتشفنا انه هم بحط الحد الادنى للمواصفات، لو زاد اي حاجه بسيطيه خلاص بتتلف القطعه تبعته. طبعا دائما في الخلل، احتمال الخلل موجود. نعم. هنا طبعا محول خافض، طبعا لاحظ انه احنا هنا بنحكي عن المحولات الخافضه. المحول الخافض دائما اللي حكيناها في البدايه انه الملف الابتدائي عدد لفاته اكبر من عدد لفات الملف الثانوي. هاي فولتاج لو كرنت، لو فولتاج هاي كرنت، يعني هنا حتكون القدره متساويه بين الابتدائي والثانوي، وقلنا ان بنخصم النفقيد. تيار عالي، نعم تيار عالي يبقى بيحتاج لايش؟ لسلك سميك. تيار منخفض يحتاج الى سلك رفيع. عدد لفات كبيره، عدد لفات قليله، يبقى هنا صار عندي فرق في المقاومه الاميه بين الملف الابتدائي والملف الثانوي. نشوف هنا لو انا عندي محول كيف اقرا المعلومات اللي عليه. هنا عندي محول مصوره على النت، هذا عن النت طبعا. شوف لود حمل، مصوره على النت، نقرا الكلام اللي على المحول. هنا المحول 12 25 في اي اللي هي قدره. مهم جدا لما تطلع على محول زي هذا تاخذ بالك من الوان الاسلاك. خد بالك من الوان الاسلاك، لاحظ هنا عندي سلك احمر، هنا عندي سلك اسود، هنا عندي سلك اخضر. لاحظ هنا الالوان الثلاثه كل واحد لون. نيجي على الخارج بتاعه، طبعا انا طلبت الخارج فورا ماشي الحال. اصفر ابيض اصفر، ملفات ال 200 ال 230 ال 110 هم عباره عن اخضر اسود احمر. ملفات الخارج اللي هم 12 0 12 اللي هم اصفر ابيض اصفر. لاحظ انه هنا حاطط لي لونين متشابهات زي بعض بالظبط. على طول ما دام حاط اللونين هذول زي بعضهم يبقى ما فيش مانع لو انا اتخربطت بينهم. ترانس 12 فولت، يبقى ما فيش مانع ان اتخربط بينهم.
لو انا اتخربطت بينهم مفيش مشكله، يعني مش هقول اللون الاصفر اليمين ولا اللون الاصفر، نعم مفيش فرق ما بينهم. حيكون عندي ال 12 هو الاصفر، الصفر هو الابيض، ال 12 الثاني هو الاصفر. هنا عندي الترتيبه اللي هنا مكتوب عليه 230 110، لو انا جيت هنا وهنا حلاقيه 110، وبرضه هنا وهنا حلاقيه 110. يعني لو انا هركب هذا المحول، لا لو انا هركب هذا المحول على كهرباء 220، مفيش ايرث، مفيش ايرث، مفيش ايرث، في فاز في نول، في فاز في نول، او حامي وبارد، حامي وبارد او فاز او نول، مفيش ايرث. الاحمر مع الوسطاني هذا المفترض يعطيني 115، برضه الاسود مع الاخضر يعطيني كمان 115، الاثنين مع بعضهم بصير الاخضر والاحمر هيعطيني او هادخل عليه 230 فولت. طب ماشي، انا كيف هعرف يعني؟ لنفترض انه اللي قاله الاستاذ، في واحد فيكم هنا تحدث شويه، شوف في واحد قال انه الاخضر لل 115 الاحمر كويس. يعني كيف بدي اعرف انه الاسود بالفعل هو اللي بنصف، يعني الاسود مع الاخضر او مع الاحمر بيعطيني 110، كيف هعرف؟ حسب الترتيب كويس، لازم تعرف من خلال القياس بالاوم. نعم القياس، قياس الساعه، انه انا بامسك الساعه على تدريج المقاومه وبقيس. المفترض في هذا القياس اجد انه الاخضر مع الاسود بيقيس مقاومه مقاربة للمقاومة تبعت الأسود مع الأحمر. أنا قلت مقاربة، الواحد يقول ليش مقاربة؟ مش بالضبط حتكون، لكن مقاربة. تكونش بالضبط، لكن قريبة. طيب أنا بدي أقول نص المعلومة وأنتم تعطوني النص الثاني. نص المعلومة انه الملفين هذول، الملف ال 110 وملف ال 220 ملفوفين فوق بعض، ملفوفين فوق بعض، عشان هيك حألاقي مقاومة واحد أكبر من الثاني بشوية أو أصغر من الثاني بشوية، والملفين ملفوفات فوق بعض. جاوبوا النص الثاني ليش؟ سمك الأسلاك نفسه بنعمل، لا مش بسبب الفقد، لانه السلك ال 110 مثلا الملفوف تحت، لانه عدد اللفات ثابت، لفات ال 110 تساوي لفات هنا 115، هنا 115 عدد اللفات ثابت، لانه مش نفس الطول، لانه لفيتهم انا فوق بعضهم. فالسلك الاول مثلا 1000 لفه اعطوني 115، لفيت فوقهم كمان 1000 لفه هي كمان 115، بس طول الألف لفة الأولى لا يساوي طول الألف لفة الثانية، وبالتالي مقاومة اللفات يختلف. أستاذ محمد داتا، محمد فور داتا، لأنه الطول بيختلف، عدد اللفات ثابت. ليش اختلف الطول؟ لأنه أنا لافف ملف فوق الثاني. طبعا لو التف الملفين بجانب بعض لا حيكون نفس المقاومة بالضبط. يبقى سيبنا من فقد المفاعل الحسية والحاجات هذه، لا ما لهاش علاقة. يبقى انا قرات الان هذا المحول، قرات هذا المحول اللي هو له الدخل بتاعه 110 220 او 115 230، خرجه 10 12 12. انا قاعد من خلال اللي انا بقراها انا بتعرف على هذا المحول، اي حاجه انا بشك فيها على طول بامسك ساعه الفحص، نعم 115 230 على طول بمسك ساعه الفحص وبقيس، على طول بمسك ساعه الفحص وبقيس. كذلك الملفات هذه طبعا حلاقي انه هنا في اختلاف كبير في بين المقاومه تبعت الاسلاك الصفر والاسلاك. نشوف محول ثاني.
طبعا قراءتي للمحول انا كانت انه الخارج 12 فولت، الاصفر اللي الابيض سنتر تاب او سنتر الصفر، وبعدين هنا 12 فولت. تيار المحول ايوه تيار المحول مهم، ايوه نسيت ولا تيار. كيف بدي اعرف تيار هذا المحول؟ مش كاتب لي التيار تبعه، انا ايش كاتب لي؟ 25 في اي 25. لو قسنا خارج الاصفر مع الاصفر يعني مقاومه منخفضه، وكمان شويه حاحكي عن المقاومات هذه شويه وححكي عنها شويه وححكي عنها. الاصفر والاصفر لو قست جهد ما بينهم اه بيعطوني 24 فولت، نعم صحيح. خلينا هنا في موضوع ال 25 في اي، ال 25 في اي اللي هي عباره عن القدره، القدره تبعته هي 25. لاحظ المسألة هذه، القدرة 25، القدرة تساوي الجهد اللي هو 12 ضرب التيار، وعليه فيكون تياره حوالي 2 أمبير. 2 أمبير، يعني هذا المحول تياره 2 أمبير. الواحد في الواحد وات اللي هنا تم خسارتها عشان المفاقيد اللي حكى عنهم يعني المفاقيد. السؤال تبعي اللي يمكن ما نلحقش نجاوب عليه، انه هذا لو انا اخذت منه 12 صفر 12 باخذ 25 واط 2 امبير. كمان مره بدي اعيد، لو انا اخذت منه 25 عشان اخذ منه 25 بي اي هاخذ 12 صفر 12 يعني هستخدم الثلاث اطراف، ساعتها بحصل على 2 امبير ضرب 12 وتساوي قديش؟ 24، وفي فقد واحد صاروا 25. طب هل الطرفين لو انا اخذت منه 24 قديش بيكون التيار؟ لو انا اخذت منه 24 فولت، هذا بقدر اخذ منه 24 فولت، لو اخذت منه 24 فولت قديش بيكون التيار؟ حدا ممكن يجاوبنا؟ طيب يلا على السريع. 1 امبير تقريبا، احسنت يا استاذ مروان. لا مش نفس التيار، فقط 1 امبير، مروان جواب صح. 1 امبير. 1 امبير ضرب 24 فولت يساوي 24 واط، الواط بضله ثابت. لما احنا نستخدم المحول بعد التقويم ان شاء الله، طبعا الفرق بين 24 و25 هو الفقد. نعم. لما ان شاء الله نستخدم التقويم حنرجع لهذه النقطة ونحكي عليها شوي. خلينا الحق اكمل الموضوع تبعي اليوم. هنا عندي محول ثاني، هذا كل شيء واضح عليه، طبعا التصوير تبعه مش واضح. اللي هو 220 فولت واللون مكتوب عليه ريد، يعني الحمر هذول اللي هم لل 220 فولت. في عندي 12 فولت اللون المفترض انه يكون يلو، عندي التيار بتاعه 2 امبير، هي هنا مكتوب 2 امبير، طبعا انا شايفها مش واضحه يا دوبك انا شايفها، او 1.2. المهم انه في محولات مكتوب عليها التيار بتاعها بشكل مباشر، يعني في محولات يعني هذا المحول كتب عليه التيار على شكل قدره، هذا المحول كتب عليه التيار بشكل مباشر. خلينا نشوف هذا المحول، هي هنا محول ما كتبليش عليه تيار، هنا محول ما كتبليش عليه تيار. كيف بدي اعرف تيار هذا المحول؟ طبعا اعرفه بالضبط صعبه، لكن بدي اتكهن قديش يكون التيار بتاع هذا المحول عشان نوصل لمرحلة كيف نعرف، ولا كاتب حاجة، عشان نوصل لمرحلة كيف نقدر تيار المحول بنرجع بقيس ايش؟ ايش بقيس؟ الجهد ملوش علاقة، الجهد لو كان 21 وجهده هذا الجهد الخارجي بتاعه 21 فولت، بس لو كان 30 فولت، لو كان 12 فولت مش حتفرق. ماشي، حنشوف كيف ممكن نقدر القدرة أو التيار تاعنا. بصوا هنا على الصورة، عندي هنا محول 300 ملي أمبير، وعندي هنا محول 500 ملي أمبير. لاحظ الفرق في الحجم، لاحظ الفرق في الحجم. هتاخذ قياسات حجم يا أستاذ مروان. من قانون أوم ما عرفناش حاجة في القصة هذه. مش حألف مش عدد لفات في الازرق اكبر، لا الاثنين نفس الجهد يا استاذ يحيى، الاثنين نفس الجهد، بس هذا عشان تياره اعلى بنستخدم له سلك اسمر فحجمه بزيد. هذا يا
أقول 500 مللي تياره أعلى، فبنستخدم سلك أسمك فحجمه بيزيد. شوف كمان مقارنة، هنا ال 500 مللي، هنا الواحد أمبير، الواحد أمبير حجمه أكبر من ال 500 مللي، إيش اللي صار؟ برضه هنا استخدم سلك أسمك فالحجم كبير بزيادة. نفس الجهد، اعتبر إنه نفس الجهد، اعتبر إنه نفس الجهد هذه المحولات. هنا الواحد أمبير وهنا الاثنين أمبير، نفس النظرية، سلك أسمك حجم زاد. لاحظ هنا، هنا 2 امبير وهنا اعتبرته انا 5 امبير، هو مش 5 امبير لكن انا اعتبرته 5 امبير. على طول سلك اسمك يبقى الحجم يزيد، يعني نفس عدد اللفات ونفس الشيء لكن السلك اسمك. وهذه العلاقه سليمه وصحيحه، وبيستخدموها اللي بيصمموا المحولات، انه السلك، انه القلب تبع المحول له علاقه بشكل مباشر بالقدره تبعته. خلينا ناخذ معاكم هنا النتائج، هذه نتائج واقعيه بنحاول نربطها مع المحولات. طلع علي طول المحول، القلب طبعا انا بحكي عن القلب، طول الطول في العرض في الارتفاع بيساوي 15 سم متر مكعب، طوله في عرضه 15 سم متر مكعب. مقاومه الابتدائي 1310 اوم، مقاومة الثانوي طبعا اقل. ليش مقاومة البداية اقل؟ لانه عدد لفات اقل وسلك اسمك، هو بيشتغل على 6 فولت، هو تياره 2.1 امبير. لاحظ مقاومة الملف الابتدائي قديش؟ 1310 اوم. محول ثاني الحجم بتاعه اكبر اللي هو 20 سنتيمتر مكعب، مقاومة الابتدائي بدأت تنقص اللي هي 830 اوم، مقاومة الثانوي برضه بدأت تنقص لأن السلك صار أسمك، برضه هو 6 فولت التيار بتاعه أعلى. 25 سنتي، لاحظ المقاومة تبعت الملف الابتدائي بدأت تنقص، مقاومة الملف الثانوي بدأت تنقص، التيار تبعه أعلى، وهكذا 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 كذا لحد ما نلاقي انه هذه القياسات اللي انت بتشوفها هنا. طبعا في واحد نوه لها في الحكي، الاستاذ يحيى نوه للموضوع هذا، يعني مقاومه البدايه 1300 كان عند المحول 2.1، 830 كان 3.1، 350 5 نص يعني نص امبير، 220 1، 110 2، 35 اوم 4 امبير. لاحظ هنا انه انا مش هاخذ يعني من القراءات هذه حاجه رسميه 100%، ولكن هذه حتقرب الي انه انا اتعرف هل تيار المحول هذا عالي، هل تياره منخفض، اقارن المحولين ببعض، يعني اقارن محول بمحول واستنتج من خلال هذه المقارنه تبعتي ان هو محول الافضل. جيم اتش على جيم اتش، احنا طلعنا نسبة الهدر حوالي 7% اللي راحت منها في المحول، وقلنا انه كمان مش نافع. خلينا نشوف الـ هنا طبعا هذا المنحنى انا اللي عامله لحالي، هذا المنحنى انا عملته. في عندي هنا ممكن ترسم منحنى بالشكل هذا، يعني هنا عندك المعطيات اللي عندك ال 1300 اوم كان تياره مثلا 2.1 امبير، مثلا المحول اللي كانت مقاومته 220 اوم كان تياره 9.1 امبير او 1 امبير. بصير انت في النص هنا تعرف اللي مقاومته 150 اوم مثلا عند النقطه هذه بيكون تياره 1.6، اللي مقاومته مثلا 700 اوم حيكون تياره 4.1 امبير. هنا تقويم، اذا ضل معنا وقت في الاخر هو اخر شيء، بس اذا بس هعرض فيديو، فإذا كان معنا وقت بناخده، لأنه في شاب كان سأل سؤال المرة اللي فاتت وأجبته على السؤال بتاعه، وحابب إني إيش اسمه؟
ماشي، نشاهد الفيديو من الأول، نشوف الفيديو من الأول، وبعد ما نشوف الفيديو بضل وقت بعلم، أو لما يسكت زي هيك بعلم. هنا طبعا عندي مقياس التيار اللي هو هنا، وعندي هنا أنا بمرر بأفتح مفتاح. طبعا اللمبة هذه لما تضوي معناتها هنا في بمر التيار. ماشي الفيديو عندك ولا مش ماشي؟ إذا كان عندك مش مكتوب عليه ولا حاجه، هو طبعا صعب. انت بدك تكهن تكهن في الحاله هذه، يعني مش هاعطي لك، مش هقول لك اذا قست 850 اوم مقاومه ابتدائي معناتها انما انا بدرب لك يعني بدرب لك. بنلاحظ هنا انه انا قاعد بحط سكينه على الملف. بالكاد توجد بعض الخطوط الفيض المغناطيسي خارج القلب المغلق التي تجذب القطع المعدنيه الخلفيه. لاحظ قراءه الامبير، لاحظ هاي قراءه الامبير عندي واصله للحد هذا، يعني انا هديته مر تيار كهربي في محول، هو محول لكن مسكر المجال المغناطيسي بتاعه. فالفقد هنا للمجال المغناطيسي بسيط، الفقد بسيط، يعني السكين المناشطه هذا هو مش قادر يجذبه، بدليل انه المغناطيسيه كلها في الداخل تبع المحول. يا دوبك بدي احمل الحديده هذه البسيطيه، هي حملها، يعني هذه الحديده فقدها، هذه الحديده فقد. طبعا القلب قوي جدا جدا اللي هو لما سكرناه غادي نحس. لازم تفك علشان بعد ارجع لي الملف على شكل اتجاه واحد. يعني الان انا خليت المجال المغناطيسي ماشي باتجاه واحد، بدات احاول استفيد من المجال المغناطيسي نفسه. اما في الاول كان المجال المغناطيسي كله داخل هذا الملف، كله داخل هذا الملف، ويخلي الملف كتله واحده قويه جدا. طبعا تحت ما فيش مجال، المجال موجود فوق، عشان هيك لقط. طبعا هذا اللقط لاحظوا ان كل الحاجات هذه انا بعملها حسب حاجتي، يعني انا بعمل الشكل هذا علشان ايش؟ عشان اخليه مغناطيس، عشان انا بدي القلب هذا يكون مغناطيس، فانا بستخدم الطريقه هذه عشان تكون مغناطيس. طبعا لاحظ بلقط القوه، طبعا لو حطيت هذيك مش حقدر افكها. هنا جالس فاضي، لا هو نافع مغناطيس ولا هو نافع محول ولا هو نافع اي حاجه، وصار المجال المغناطيسي مشتت في كل سيطرت عليه. ولاحظ هنا مقياس التيار تقريبا زي ما هو، يعني انا استهلكت نفس التيار بس على الفاضي، يعني قاعد بستهلك في تيار فاضي. خلينا نحاول نحل اسئله التقويم الذاتي، اوقف الفيديو خلاص معي. طبعا تقدر تشوف الفيديو عندك في البيت عادي. التقويم الذاتي بدنا نشوف، نحاول نقضي الوقت في التقويم. لماذا يقيس الثانوي مقارنة
مقاومة أقل من الابتدائي في المحولات الخافضة. طبعا الأسئلة هذه نحاول نجاوبها مع بعض. لماذا يقيس الثانوي مقاومة أقل من الابتدائي في المحولات الخافضة؟ محدش عاوز يجاوب، كله سارح. المقاومة أقل لأن السلك أطول وأقل. أرفع في الابتدائي. ماشي، ما هو السؤال مكتوب. مكتوب. تمت الإجابة. هل لو أنا جيت على الملف الثانوي في بينهم مقياس؟ طبعا طبعا مستحيل يكون. لو كان المحول يعمل على جهد 110 وكذلك جهد 220 وله 3 فترات دخل، فكيف نعرف ذلك؟ طبعا كل واحد لحاله. كيف بنعرف؟ كيف اجربهم؟ لو حطيت ال 110 راح المحول، خرب. بدي حدا غير الاستاذ يحيى يجاوب طبعا. كويس. المقاومة. لو كان المحول يعمل على هذا السؤال استاذ يحيى، المحول له 3 اطراف دخل، لكن هذا مش 110 220، هذا 220. له 3 اطراف دخل، لكن 3 الاطراف هذه، 3 اطراف هذه، واحد 220 كويس. ايش حيكون القياس عندي يا استاذ مروان؟ بالقياس كيف بده يكون القياس شكله؟ ماتش الوان. انا بقول عندي محول اسلاك داخل، والمحول هذا مش 110 220، هذا 200 او 220 240 او 200 ما في. طب ماشي، الوقت ادرك. لما يكون 110 220 انت بقيسه نفس المقاومه او مقاومه قريبه من بعض، لكن 20 230 حلاقي مثلا واحد مقاومته مثلا 200 اوم او 6 اوم يكدفها. وطبعا المقاومه الملف اللي بيكون على 230 بتبقى مقاومته اعلى شويه ومش بكثير من الملف الثاني، بتكون فرق المقاومه اللي بينهم كبير جدا، عشان هيك ابقى اعرف انهم 220 240 او 200 220. وان شاء الله نلتقي في الدرس القادم. أستاذ يحيى اللي بتحكي عنه أنت اللي هو السويتش مود باور سبلاي، قصة ثانية، قصة ثانية. حاول تاخذها من حدث ثاني أشوف. ماشي، أنا بالمناسبة يعني أنا مش بستخدمش الحاسوب تبعي، أنا بستخدم الحاسوب تبع الأولاد لما بعطي الحصة، وبالتالي كثير من المعلومات بتنفقد يعني ما بين ما بطلع من هنا، لانه انا بشتغل على لابتوب هنا على اساس انه لو قطع علي الكهرباء ادبر حالي. بين ما بنقل من هنا بكون في، احنا عملنا محول عكسي يعني دخلنا له 6 من 6 فولت وطلع الجهد الخارجي، بس في الاستخدامات العمليه يعني. ماشي، السلام عليكم.